حلب معروفة فهمني، الثمن اللي خلصته جينا على خاطر هذا فهمني، وعلى خاطر مهرجان المدينة اللي نحبوه وديما رجوع للأصل وللتراث. التقاطق نتاعنا الكبار نجيهم، أما الآخرين لا. ملوف ملوف تبعوا ياسر الملوف زياد غرسة وين يمشي احنا في جرت. بالنسبة للمهرجان المدينة شنو رأيك في البرمجة بتاع السنة؟ إن شاء الله باهي، إن شاء الله ما نجموش نحكموا عليه، أما إن شاء الله باهي. الطرب هو الفرقة الأصلية والفرقة الصحيحة في سلاطين الطرب، لخاطر خدموا برشا بصدق معناها باسمها في تونس، وولت برشا استنساخات لشيوخ سلاطين الطرب. دونك العرض هذا اللي تبناه مهرجان المدينة بتونس في عرضين بالمسرح البلدي للعاصمة، أكيد أنه الجمهور تسلطن معه، وباعتباري واحدة من الجمهور من نجم نقول كان برافو، واصلوا رغم ظروف الحرب ورغم الوجيعة ورغم الدمار، ظلت حلب عاصمة الفن والقدود الحلبية. الفرقة هي تأسست عام 2000، شاركت عديد مهرجانات الدولية والمحلية والعربية تطبع تحت إشراف وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية. الفرقة عملت مهرجان المدينة 2010-2011 بالمسرح البلدي، والسنة الماضية كان عرضين بقصر المؤتمرات، والسنة هي عرضين في المسرح البلدي. كذا حفلة نعملها في تونس بالأخص في تونس العاصمة، يعني الكومبليم كما شايفين أنت المسرح، الحفلة الأولى مبارح أول مبارح كانت كومبليم، واليوم نفس الشيء. مجرد أني وصوله لهم بالأخص السنة الماضية كان كتير صعب، بالأخص أني طريق كان مثلا نقول ما بين حلب ودمشق 360 كيلو كان 3 ساعات ونص، حاليا تموا 10 ساعات لحتى يصلوا ما بين حلب ودمشق. لكن الآن أنتم موجودين في تونس، ما بدون يتنقلوا للبنان ومن لبنان يوصلهم، الحمد لله حاليا موجودين في تونس وربي. كيفاش رمضان قضيته في تونس؟ رمضان في تونس متساير دول البلدان العربية، الجو قهاوي في تونس، ممكن فيكم شوية بريق شوية شوربة ممكن شوية دقلة، ممكن يكون مختلف عننا في الشرق. Yeah.
شيخونا برشا برشا تربى منا برشا جو، شيخنا سهرة رمضانية أتم معنا الكلمة، تفرهدنا فردنا مصلي على النبي، عملنا جو يعطيهم الصحة. أول ليلة جيت تسهر في مهرجان المدينة ولا وكبت العروض؟ لا أول ليلة، أنا أول ليلة، أول ليلة جيت لهم هما بالذمة الجو هيك. عندك فكرة يعني عليه؟ عندي فكرة، عندي فكرة عليه متبع فيهم بالطبيعة، ديجا تسمع توا بعث لي جواب وحلوة برشا، حسيلو يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة. وأنت عجبتك سهرية؟ حلوة برشا؟ حلوة برشا 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 برشا. عرض ممتاز متميز يربط الحاضر بالأصالة بالأهزيج حلبية وهذا ممتاز. طرب راقي وحفلة ممتازة. عندك فكرة على البرنامج بتاع مهرجان المدينة ولا هذا أول عرض تحضروا؟ هذا أول عرض نحضروه، أما ثم برشا عروض باهية في البرنامج هذا إن شاء الله باهية في البداية. حلوة حلوة على الآخر، سهرية روعة من أحلى سهريات في تونس. رمضانكم مبروك الناس كل، أما سهرة ممتعة حلوة جميلة. أتربكم اليوم الفرقة من سوريا؟ فرقة خارق العادة، سهرة ممتعة. رائع وأكثر من ممتاز. عندك فكرة؟ تفاعل الجمهور كان كبير برشا. عندك فكرة على الفرقة هذه من قبل ولا أول عرض تحضر لها؟ لا عندي فكرة عليها، واليوم سلطنونا والجمهور بالفعل كان متفاعل بشكل ممتاز ورائع رائع، سهرة رائعة جدا. واحد شال الوذنيه من الضوضاء نتاع النهار، التزمير والحس شيء يعمل كيف خرجك الوسخ اللي في الوذن الكل. طلعتين بأتم معنى الكلمة بصراحة، يعطيهم الصحة فريمون، يعطيهم الصحة، الله يعطيهم الصحة، عملوا لنا كيف عملوا جو خرجونا من السريس. معناها فما بارتي خير من بارتي، معناها فما بارتي ضعيفه وبارتي قويه. انا جي با لامبرسيون اللي هو المجموعه الاصليه، معناها تاع سارلين ترابي هذي مجموعه اخرى، فما اصوات باهيه فما حاجات متوسطه. يعني سهريه متوسطه؟ لا باهيه سهريه، خاطر الجو كان باهي والحضور باهي وفما جو معناها هكا تاع رمضان. اما على المستوى الفني البحث معناها باش نقيموا الاصوات، معناها فما حاجات متوسطه. العرض الوحيد العربي هو مشاركة شيوخ سلاطين الطرب، فصحيح عطى فرصة للعروض التونسية لكن ثم عروض تونسية أكثر قيمة تستحق المشاركة. ثانيا للأسف أنه كل تقريبا مهرجانات المدينة في تونس يعتمد الفنانين متاحة أو الفنانات متاحة على إعادة تقديم التراث باعتبار أنه الطقس والإطار وفي حين أننا نحتاج لإنتاجات جديدة، لإنتاجات متزنة، لإنتاجات دينية نأثوا بها سهراتنا باش نخليو للجيل القادم ما يسمعوا كيما خلينا الجيل الماضي. عادينا وقت حلو معاهم سلاطين الطرب، وإحنا مش أول مرة نشوفوه، كل عام وين يجيو لتونس لازم نشوفوه. وعلى كل حال يعطيكم الصحة أنتم زيد. سلطنت ملا اليوم؟ نعم عمل جو سلطنت مع الفرقة؟ جو إن شاء الله تونس اليوم فرحانة، يعطيكم الصحة إن شاء الله ديما فرحانين هكا في الفائدة.